صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اشري. طبعا بتسالوا نفسكم ايه اللي انا لابساه ده وايه ده هي عامله في نفسها ليه كده. اللي انا لابساه ده هو موضوع حلقتنا النهارده. طبعا عشان نعرف وهنقعد ونتكلم ونعرف عنه كل حاجه، تعالوا نروح نسمع تقرير صغير ونرجع على طول. صباح الخير، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انت عامله ايه؟ معانا النهارده مدام ميرفت، اللي الحمد لله وافت بوعدها انها كانت معانا المره اللي فاتت عشان رسمنا الحنه واتكلمنا عن الحنه، لكن النهارده هنتكلم عن موضوع تاني خالص. وزي ما سمعنا في التقرير اللي فات، طبعا الحاجات دي عامله صوت بس هنشرحها كلها طبعا اكيد مع مدام ميرفت. طبعا زي ما سمعتي في التقرير ان احنا هنتكلم عن الجرجار، التل الاسود ده او الدانتيل الاسود ده اسمه الجرجار. وهو الزي النسائي النوبي اللي بتلبسه ستات وبنات النوبة زي ما سمعنا في التقرير. كلميني اكتر عن الجرجار، ايه هو؟ الجرجار ده هو الزي النوبي اللي بتلبسه المرأة عندنا، سواء ست أو بنت. سواء ست أو بنت بنت بتلبس بمختلف الزي ده، الاعمار. معروف عندنا الجرجار ده، لازم بنلبس تحتيه بقى أي جلابية، أي لون، أي نوع، أي حاجة تحبها. هو طب بيكون تل خفيف وبيكون منقوش بقى بأنواع النقشات. باكتر من نقش، أكتر يعني، يعني زي ما مثلا ممكن يكون الكمر ده على الوسط، ممكن يكون اضيق ده شويه، اسمه ممكن يكون كورنيش. تحت شويه. اسمه ايه؟ كورنيش الكورنيش. تمام، كورنيش اوكي. هنا مثلا اللي انا لابساه ده شكل الورده، في حاجه تانية مثلا بتبقى شكل ورقه العنب، بشكل مثلا نجمه. في حاجات انا كتير. شفت مثلا واحد تاني شكل دله، او اللي هي بتاعت القهوه ديت، معمول ايوه بيها. ايوه في اشكال كتير وانواع كتير في اشكال كتير وانواع دلوقتي، كتير. بقى في موضة منه كتير. طيب، يعني هو انا دلوقتي مش يعني في ناس طبعا اكيد هتقعد تسال، طب انا ليه البس طبقتين على بعض؟ طبعا اول حاجه ده الدانتيل ده طبقه واحده، مفيش منه طبق اكتر من طبقه. لا لا لا، طيب ليه البس طبقتين على بعض؟ طب انا واخرج بالجلابيه اللي انا الملونه اللي تحت منه على طول، ايه الفكره في ان انا البس حاجتين على بعض؟ لا هي مش فكرة حاجتين على بعض، هو ده الزي بتاعنا، هو ده اللي احنا معروفين بيه كنوبة. لكن عادي ممكن تخرجي بالجلابية عادي، بس انت يعني انا وانت ماشيين، انت انا لابسة جرجار وانت مش لابسة جرجار، معروف ان دي نوبية ودي مش نوبية. ايوه، هو يعني ده ده الزي ده اللي احنا التميز. معروفين بيه. التميز، ايوه، والتميز والزي بتاعنا، الزي الرسمي بتاعنا لازم ايوه يعني ايوه معاكي حق. في افراحنا، في كل حاجة بنلبسه. ايوه مظبوط. انا لما بروح البلد بشوف، انا شفت ده كتير، وحتى سألت، انا قلت طبعا عشان انا ما يعني ما اتولدتش هناك وما عشتش هناك، فلكن برضو لما رحت وسألت قلت هما لابسين ايه وليه حاجتين على بعض، سألت نفس الأسئلة ديت وشرحوا لي طبعا. وفعلا ده التميز. اجمل حاجة ان المحافظة، كل محافظة تكون متميزة بلبس مختلف عن التاني. انت مثلا لما تروحي الصعيد هنا، المنيا، الاقصر، بني سويف، كل بلد تحسي وكل مكان ليه لبسه وليه ليه لبس، بس مميزاته. هما تحسي ان هما شبه بعض شوية، ما تعرفيش تميزيهم عن بعض. لكن الجرجار دي لا، نوبية. النوبة طبعا ليها تميز، ليها التميز بتاعها. مميزة في كل حاجة. ليها التميز بتاعها. طيب دلوقتي التول ده او الجرجار ده اقدر احصل عليه منين؟ لو انا عايزة اروح البلد وعايزة البس زي اهل البلد، طب احصل عليه منين؟ هو دلوقتي بقى يتباع في كل المحلات دلوقتي، في العتبة تنزلي، في المسكي، في الحتت والله دي، في الحسين، هتلاقي منه المصري، وهتلاقي منه هو بيجيبوه من بره المستورد. فاحنا بس المستورد اساسا كقماشة، كمواس، بس انما احنا بتتصنع اساسا هنا. كاسوان وكنوبة بيجي لنا من بره. القماشة نفسها بتيجي القماشة من بره. نفسها بتيجي يا من تعرفي السعودية من الكويت. من بره فين؟ من بره فين؟ السودان. السعودية او الكويت، تمام. بحرين، الحتت دي السعودية. بيجي منها اساسا. احنا كنوبيين وكبلد بيجي لنا من بره، وعلى فكره غالي مش رخيص. غالي. بس ايوه هنا بقى هتلاقي منه برضه، هتلاقي منه في المحلات الكبيره اللي في العتبه وفي المسكي والحتت دي والحسين، بيتباع غالي. منه. غالي مش رخيص، على الرغم ان هو الناس تبص تقول لك ايه ده رقيق قوي، لكن الشغل بتاعه متعب، والشغل بتاعه عشان تتميزي فيه بياخد شغل ايد وجهد في العين وكده، هو فعلا متعب. يعني معاكي حق، الخياطة دي ليها ناس معينة بتخيطها، مش أي حد بيفصلها. مش اي حد بيفصله. لا لا لا، ده في ستات معينة ومش مصانع،
لا ستات معينه في البلد عندنا معروف ان دي بتخيط الجرجار، اه تمام، ناس يعني معينه بتخيطه، مش اي حد بيخيطه. مش اي حد بيخيطه، يعني انا مثلا يعني السياح مثلا على سبيل المثال وهما بيزوروا الاقصر واسوان واسوان بالتحديد، آه يلاقوه، بس اكيد هيلاقوه في المحلات بيلاقوه في لان المحلات الستات بتخيطه بتبيعه. متخيط ومتفصل، ممكن يلبسوه يصوروا بيه، ممكن يشتروه، كل واحد حسب رغبته. تمام، بقى موجود دلوقتي، متوفر. طيب كويس قوي. انا بصراحه ما لقيتهوش يعني هنا في، يعني ما لقيتهوش قوي يعني هنا في الاسواق في القاهره وبتاع، انما ده لازم ان انا احصل عليه من البلد من ده ال، هنا ما مش كتير اللي يعرفوا الا بتوع البلد بس. ومريح جدا في لبسه لان هو واسع في لبسه وواسع ومقاساته مختلفه، وطبعا مقاساته كطول كمان لان انا شفت كمان بنات صغيرين بيلبسوه، بس بتفصل، مش جاهز، هي بيتفصل مش بتروح جاهز. تاخد مقاساتها وتفصله عليها، فمش طيب جاهز. انا حاسه بفخر وحاسه ان انا عروسه بصراحه. انا ما شاء الله لابساها. تبارك الله عليكي. الله يخليكي، ميرسي، الله يخليكي. نيجي بقى مش عارفه نتكلم عن الحاجات اللي عامله الدوشه ديت، عامله خروشه. نيجي بقى لجزئيه الاكسسوار. الاكسسوار بس المخرج بيقول لي هو، يعني والله المخرج بيقول لي مش بس ان الاسئله، لكن المخرج كمان بيقول لي هل ده ذهب ولا لا. هنرجع اكيد للنقطه ديت. تعالي بصي معايا كده على الصور ديت، دي صور للجرجار المختلف الاشكال وستات النوبه. طبعا هو طويل قوي. في نقطه مهمه جدا انا حبيت اسال عليه دلوقتي. الجرجار كل ما اجي اقول الكلمه ديت يستغربوا جدا من الاسم ده. الجرجار، جاية من كلمة جرجرة. 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 هو زمان قوي كان بيفصلوه يجرجر على الأرض، ايوه، كان يعني قصير شويه كده من من قدام، قدام يدوبك وطويل قوي من على ورا. قد القدم، وبعد كده من ورا كان بيبقى طويل. طويل قوي. كان احنا طبيعه بلادنا رمليه، الارض عندنا رمليه ونظيفه، فطبعا اي خطوات الست بتبان، كان فبيجي يقول لك بيمسح ايه الخطوات يمسح وراها الخطوات عشان ما حدش عكسها. عشان ما حدش يمشي وراها ما حدش يعرف يمشي هي رايحة وراهم. فين وجت منين. ايوه مظبوط، هنا جت الفكره. مره كنا بنتكلم، كنا بنتناقش، يعني كنت بسالك كده على حاجه وقلتي لي ان الاسم الاصلي للجرجار هو البوال ولا البوال؟ لا هو كان زمان ما كانش الجرجار التل الخفيف ده، كان قماش تقيل، كان اسمه بوال، وما زال الاسم ده موجود. اسم البوال ده اسم نوع من القماش، نوع من القماش اسمه بوال. ده نوع قماش. اوكي. كانوا بيجيبوه وكانوا بيفصلوه، كان تقيل قوي. كان بيخنق طبعا مع لا كان تقيل قوي بحيث ان درجة ما يبانش حرارة. حاجة من تحت، وكان بيبقى فعلا مجرجر طويل وورا. فدلوقتي بقى مع التقدم ومع الموضة ومع الكلام ده طلع ان هو جرجر القماش الخفيف ده، بس ما زال موجود عندنا الستات الكبيرة قوي في السن هي اللي بتلبسه. الستات الكبيرة قوي اه بتلبسه وبتستحمله رغم ان هو تقيل، واحنا عندنا معروفين يعني بدرجة حرارة عالية، لكن ما حتى لو تقيل كان مش بيتلبس برضه هيضايقها بحاجة لانه واسع. لانه واسع مش مش هيضايقها هيضايقها فعلا. بحاجة او مش حر. تفتكر ان انت تقولي حر عليها ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا لا لا، طيب ما هي تمام. نفس طبقة الجرجار البوال تقيلة، انت هنا لابسة جلابية وتحتيها الجرجار وتحتيه الجلابية، طب ما هي نفس الطبقة نفس مش حر. لا لا مش حر. لا ايوه. لا واسع فضفاض. يعني جميلة والله فكرة ان اسم الشيء يكون بسبب سبب حاجة هو بيعملها. ايوه بس هو ده ده من طبيعي زمان وما زال. وما زال. لا انا ما سمعتش، انا بعتر كان دردشه كده وعرفت منك الموضوع، لكن لما رحت البلد ما سمعتش الكلمه دي، يمكن هي قديمه فعلا جدا قديمة وبقى أوي. المشهور اكتر الجرجار. تعالوا نشوف مجموعه صور زي ما المخرج بيقول لي. عايز نتفرج شويه على مجموعه صور من البنات الصغيرين. بصي معايا كده، بصي يا بنت صغيره اهي لابسه جرجار، و والله شكلها جميل جدا. يعني احنا طبعا متميزين، مش بس متميزين بالجرجار، متميزين بالميك اب ومتميزين باكل. الاكل ده انا هتكلم عليه قدام شويه. مش هتكلم عليه دلوقتي لان هو مميز جدا.
هنا ده البوال القديم، ده بقى التقيل بقى اللي ده مش مبين تقيل. حاجة من تحت، ده القديم، ده اللي هو من الجرجر 100 سنة القديم. مثلا. وطبعا الجرجر يعني ده جميل جدا، ده جميل جدا. وقد ايه البنت بتحس بنوع من الفخر ان هي لابساه. حتى طبعا في الفرق الشعبية بتاعتنا برضو بتطلع بيه وبتلبسه بس عادي جدا. هو كمنظر وكمظهر جميل حلو، مش هو عندنا احسن من لبس العبايات ولبس الموضه احلى من العبايات احلى. كمان، احلى احلى. إيه ليه قيمته كده؟ هنا برضو عندي طبعا تميز المرأة انه بالذهب اللي هنتكلم عليه اكيد، والاكسسوارات المختلفة وتسريحة الشعر المختلفة، رسمة العين. بص الاكسسوارات بتاعتنا الجميلة ديت والبنوتة الصغيرة ديت، يعني الله، يعني فعلا بجد يعني تميز لا ما بسم الله ما شاء تشوفوش في الله اي بيبقى حتة تانية. انا عايزة الحلقة ده الحلقة ده انا بدور عليه على فكرة ومش عارفة اوصل له لان الموديل ده بجد مش لاقياه. ايوه الحلقة ده اللي اسمه جمر بوبا، لا لا لا، ثانية واحدة، اسمه ايه؟ جمر بوبا، اسمه ايه؟ جمر بوبا، جمر بوبا. مش بوبا اما بوبا. ما تضلنيش الواو. والله مش الواو. طب اسمه جمر يعني من القمر؟ جمر ايه؟ بوبا بوبا. ايوه جمر بوبا، يعني من شكل القمر هو تقصدي. الشكل اللي انت لابساه ده برضه. الشكل اللي انا لابساه ده بس على كبير بقى بس على كبير. تعرفي توصلي له؟ تجيبي لي واحد؟ ان شاء الله ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله. وكمان نرجع للصور. بصراحة أنا انبهرت بصراحة لما جابوا لي مجموعة الصور دي. دي إيه دي الصغيرة ديت اللي هي شايلاها اللي البيبي؟ ماسكاها دي حاجة اسمها كرج، كرج دي بيبي. ويبقى كبير شوية شور دي اللي بتحط فيها شور، العيش. يعني ده يعتبر طبق صغير. تمام. الكبير اللي بنغطي بيه العيش والسفرة والكلام ده اسمه شور، لكن ده كرج بنغطي بيه الطبق، طبق بتغطي صغير بيه الطبق عشان طبق عادي ما طبق. يبردش. الكبير قوي ده اللي بشيل فيه العيش. العيش ده شور، لا انت عارفه بقى شور بكلمة ان كلمة نوبي، كلمه نوبي. لكن طبعا كرج اكيد. برضو كلمة نوبي. طبعا اكيد انت عارفه. لكن احطه هنا هتقولوا بقى طبق. انت اديتيني سبب على فكره ان انا يعني ما كنتش عايزه احرق المفاجاه، بس ان شاء الله هنعمل حلقه جديده قريب على طول ان شاء الله. نتكلم فيها بقى عن كل الادوات اللي بتستخدم في النوبة وكده، وكل الحاجات اللي بتشاف وفي ناس بتبقى شايفاها وعجباها قوي بس مش عارفة تستخدمها ايه. طيب احنا عندنا عايزين نتكلم عن الاكسسوار ولا نطلع فاصل؟ نكم؟ طيب براحتك يا سيدنا المخرج. نيجي نقول دي ايه؟ دي اسمها شف جاكت. دي بتتلبس لازم مع ديت؟ هو بتلبس حاجات كتير، الذهب ده عندنا حاجة أساسية. بس ده اكيد مش ذهب. لا ده اكسسوار. ده اكسسوار. ايوه اقول لك الصراحة العمال يخرج ده. ده اكسسوار. ده اكسسوار. طيب انا لو عايزه احصل على الموديلات دي، طبعا الموديلات دي صعب جدا على فكره، ده تقيل قوي يا جماعه، يعني بتاع العقد او الكردان ده فعلا تقيل ومحتاج مناسبه قويه قوي ان انا البس حاجه زي كده يعني. بس على الرغم ان انا اوقات بشوف ستات بتبقى لابساه، لكن ده كل ده اكسسوار عادي. طب انا لو عايزه احصل على نفس الموديل ده بس ذهب، اروح فين؟ تجيب انت الصورة ويكون سايغ معين بيعرف يعمل الحاجات دي يعملها. ما هو الدهب بتاع زمان، ما الصياغ اللي كانوا بيعملوه كان سايغ اللي بيعمله، بس انا عايزه على كده سايغ تقيل. يكون بقى بيفهم او بيعرف الحاجات دي يعملها. تمام. في ناس كتيرة بتعمل كده، ولو عايزه مجرد قشره؟ مجرد قشرة برضو بتباع الاكسسوارات دي عند برضو ناس معينة اللي بتعرف تجيبها، مش اي حد اللي بيعرف يصنعها ويجيبها، تمام. لان لازم تطلي الاول بمية الدهب وبتبقى الاصل نحاس. عشان تقعد معاكي فترة طويلة، لانها برضو حتى مهما هي اكسسوارات بس برضو غالية بس برضو ايه؟ غالية. غالية. مهما اكسسوارات بس برضو بس غالية برضو غالية، لانها بتطلي تقيلة. بمية الدهب، لانها بتقعد فترة اطول معاكي، يعني بتقعد سنين زيها زي الدهب.
طيب دلوقتي انا كان جالي سؤال وانا قبل ما اطلع هوا بيقولي طب انا مثلا عايزه البس اللبس ده والبس الاكسسوار ده وال يعني اكسسوار الرصة الشعر دوت اسمها الرصة. الرصه. اوكي عايزه احفظ الحاجات دي على فكره. وعايزه مثلا اتصور بيه، اعمل فوتو سيشن لنفسي مثلا، هل احصل عليه منين؟ لازم اروح لحد يعمله لي ولا الاقيه جاهز؟ وانت لو عايزه تحتفظي بيه لنفسك لا هتشتريه جاهز، مش هشتري. عايزه تصوري بيه وقت وترجعيه بيبقى عندي عند اي حد بقى زيي او عندي، بيبقى عنده الحاجات دي، يعني اجره اليوم مثلا، بتاجريهم يوم وتروحي تصوري بيهم وترجعيهم. تمام. او مثلا احنا عامه ده شغلنا في ليالي الحنه، احنا بنروح للعروسه كده بالحاجات دي، بنلبسها في ليالي الحنه. الحنه يعني عشان بس اللي ما تابعش حلقه الحلقه اللي فاتت الاسبوع اللي فات، احنا كنا كانت حلقتنا عن الحنه، وزي ما انت قلتي دلوقتي انه انت صاحبه بيوتي سنتر كنوز النوبه، اصلا حنانه من سنه 98، وبالتالي انت بتجهزي العروسه، بتكيسيها، كل حاجة بتعملي فيها كل حاجه، العطور، البخور، بتعملها حنه ايدين ورجلين. طب انا بقى مش عايزه بس كل ده، انا كمان عايزه البس اكسسوارات واتصور بيها ليله الحن. ساعتها انا بلجأ لك وبقول لك انا هجيبي لي كميه اكسسوارات معينه مثلا كنوع من الايجار، مش عايزه اشتري، وبتحصلي عليها وبتصور بيها مع فوتوغرافر يعني وكده. مظبوط. طيب لو قولي لي بقى ايه اكتر من ان فكره ان الحنه، طب انا خلاص لبست ده او اشتريته واتحنيت، نيجي بقى ايه للاهم حاجه هي زفه العروسه. انتي بتجهزي لزفه العروسه ازاي؟ هي زفة العروسة سواء هي عايزة زفة ليلة الفرح بتختلف، أو عايزة زفة في ليلة الحنة. في ناس بتحتفل بيها في الفرح وفي ناس بتحتفل بيها في الحنة. اللي هي بيبقوا الاكسسوار. مجموعة شباب ومعاهم بنات بيلبسوا الزي النوبي بتاعنا وبالدفوف وبيغنوا وبيزفوا الأغاني بتاعتنا وبيزفوا العروسة. وبيزفوا العروسه ليله حنتها. ليله الحنه بتبقى مثلا العروسه ممكن العريس يحضر معاهم، ما يحضرش، بيعملوها ليله الحنه الشو كامل بتاعها. ليله الدخله هي والعريس بيزفوهم يعملوا معاه الشو بتاعهم وخلاص، بوصلوهم بقى للقاعه وخلاص، تمام، ويعيشوا حياتهم بقى بفرحهم. ويعيشوا حياتهم. انا كنت مبسوطه جدا يعني معاكي النهارده يا مدام ميرفت، شكرا قوي. وانا كمان وان انت كنت معايا على مدى حلقتين، ان احنا اتكلمنا عن جزء صغير من زي المرأة النوبية. وعشان يعني انا اكتر من مرة كنت عايزة اتكلم اكتر عن الـ مش بس اللبس والزينة وكده هوت، نيجي نتكلم اكتر عن الادوات المستخدمة في صناعة الاكل. احنا كنا دايما عندنا بعض الحاجات اللي او دايما بتسأل فيها، مثلا انه مش حاجة كده شبه الملوخية بنسميها اتر. وحاجة يقول لك لا دي ملوخية، اقول لهم لا دي مش ملوخية. ده اتر. الاتر بقى تكلميني عن الاتر، ايه هو الاتر ده؟ حاجة هي زي يعني هي شبه الملوخية فعلا، بس المواد بتاعتها مش ملوخيه، بتبقى عارفه زي ورق البسله، بيكون لسه البسله خضراء، بنقطفها بنحط معاها الخضره وبنفركها. خضره اللي هي زي خضره المحشي تقصدي؟ زي خضره المحشي بس مش كلها، اللي هي بتبقى يعتبر خضره المحشي، وبنطبخها وبنفركها وبنعملها تبقى شبه الملوخيه، بس في الحقيقه احلى من الملوخيه. في الحقيقه احلى. وفي ناس قالت لي انه دي باميه ناشفه. وباميه ناشفه. فعلا باميه ناشفه. باميه ناشفه مطحونه بقى. تمام. مطحونه. طب بتحط لها ايه؟ شوربه بتحط لها. حاجات ممكن شوربه فراخ، شوربه لحمه، عندك اي يعني زي الملوخيه تماما، بس هي طعمها. وعلى فكره الحاجات دي قد ايه مفيده ومفيده للبشره. اكتر مفيده اكتر ومفيده للبشره جدا. وانا كنت سمعت كتير قوي ان عشان قبل حاجات زفه من العروسه، الطبيعه.
ايوه، لانها حاجات طبيعيه. وسمعت كتير جدا ان قبل زفه العروسه وقبل العروسه، زي ما العروسه بتقعد تجهز نفسها بالحنه وبالبخور وبتتكيس نفسها وكده، في حاجات معينه بتستخدمها وبتاكلها عشان خاطر بتعمل لها نضاره، نضارة للبشرة فعلا. نضاره للبشره. الكلام ده احنا بنعمله قبل الفرح بشهر. اه فعلا. بتقعد بقى العروسة في كل حاجة، في كل حاجة ما تخطر على بالك، زي ايه؟ زي مثلا نظام الأكل، نظام التجهيز بتاعها، بتقعد بقى في الدخنة والبخور الدخنة؟ والحنة، يعني ايه الدخنة؟ حاجات دي كتير. عند ده مجاله كبير قوي كمان. ماليش دعوة، أنا عايز أعرف كل حاجة. يعني ايه الدخنة؟ بتعمل دخنة على جسمها، بتعمل ماسكات يوم بعد يوم يوم بعد يوم لمدة شهر، بتجهز وايه نوعية الماسكات اللي بتستخدميها؟ ماسكات بقى زي الدلكة. الدلكة، الكلمة دي أنا سمعتها كتير. دلكة والمرة اللي وماسكات. فاتت واحنا بنتكلم نص الكلام الكلمة راحت من بالي. كلميني عن الدلكة، ايه هي الدلكة؟ الدلكة دي بنعملها ماسكات صنفرة للجسم، فبتفتح وبتخلي ريحة الجسم حلوة، وبتفتح بشرة وتنعم. تمام، يعني نوع من الصنفرة وتنظيف البشرة. تمام، يعني يا بختها العروسة النوبية. تقعد شهر بقى في التدليك والتكييس والكلام ده كله. ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا يا مدام ميرفت، شكرا اوي، انا بشكرك جدا ان انت كنتي على معايا على مدى حلقتين، شكرا اوي ليك، واكيد هنتقابل تاني قريب ان ان شاء شاء الله. الله. اللي عايز يسأل مدام ميرفت اي سؤال يسألها على الرقم اللي طالع على الشاشة، يعني تواصل معاها من صفحة الفيسبوك، صفحة أنوش محمد، هيلاقي كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده باستفاضة. انا كنت مبسوطة جدا ان انا كنت معاكم النهاردة. استنوني الحلقة الجاية، هتكون ان شاء الله بمفاجآت جديدة. تابعوني دايما على الانستجرام وعلى الفيسبوك، انا ريهام النوبي. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم، وان شاء الله دايما تكوني معايا جميلة ودايما تكوني عشري. باي إن شاء باي. الله. باي باي.